حمل همامي المقولة المشهورة متاعك ما يحس بالجمرة كان اللي يعافس عليها، واليوم اللي يعافس على الجمرة هو المواطن البسيط الزوالي اللي يجيبه فارغ، اللي ما لقاش باش يوكل صغيراته، وحتى حد من السياسيين ما هو حاسس بيه. شنو تعليقك؟ شوف، اولا نراو الغالبية تاع التوانسة ولاو زواولة تو، وقت اللي تولي كيلو طماطم يفوت 3000 وكيلو الفلفل 4000 وتولي كيلو اللحم 30 دينار والحوت الناس تحلم به حلمان، الأغلبية تاع الشعب التونسي راهم ولاو زواولة تو. تقول لي السياسيين طبقة السياسية ياكلوا شيخين وتبارك الله، هكا التصور نتاعهم تغني عن كل تعليق. الطبقة السياسية هما شادين الحكم، المسؤول على الوضع هذا اللي شاد. شو معناها مسؤول اللي شاد الحكم؟ اللي شادين الحكم سواء كان في باردو ولا في كارتاج ولا في ولا في القصبة، لأنهم يعني هما أصحاب القرار، هما اللي يحددوا السياسات وهما ينفذوا في السياسات. هذاك اللي بالفعل شيخين في الوقت اللي الشعب قاعد معناها يدمر. حما اللي شادين باردو ولا اللي شادين معناتها القصبة، مش كان هما بيدهم يدافعوا، مش كان هما بيدهم يحكيوا على الزوالي، هم قلبوا الفيستا اليوم. هو ما تنساش اللي وعي شعبنا راهو سياسي مازال زاد ضعيف ومحدود. ما يكفيش وانك تقول مع الزوالي هتعطيني برنامجك، هم شدوا الحكم 10 سنوات معناها في الحكم. من الضروري هذه الشعب التونسي ياخذ منها درس، يعود يحل عينه على البرامج، على الناس اللي قاعده طارحه. خاطر اللي يقول لك انا مع الزوالي وفي نفس الوقت يدافع الخوصه ولا يحب يضرب الدعم ولا يحب يقول ما عادش ثم انتدابات ولا يحب ينقص في الاجور، ما نجمش يكون مع الزوالي. هذا ما نجم يكون كان يخدم الاقليه. وفعلا اليوم ما هيش راي كذبه ولا اشاعه وقت يقولوا راي ثم بعض العشرات من العائلات شادين تونس، شادين 48% من الثروه نتاع تونس. من حق الشعب التونسي باش يطمح باش تكون عنده سياده على دولته وعلى ثرواته وعلى بلاده. ايضا 60% او اكثر من اللي موجودين في مجلس النواب هم من رجالات الاعمال، هل بهؤلاء باش ندافعوا على الزوالي وعلى القدره المعيشيه؟ انا سامحني نقول لك رجال عمايل مش رجال اعمال. الاغلبيه الساحق نتاعهم بعمايلهم. قالك ناطري اللي عنده قضيه، فهمتني؟ وقاعدين ماشيين غادي للبرلمان، اولا باش يشبع يتمتعوا بالحصانه، ثانيا باش يخدموا المصالح نتاعهم. المده مشيت للبرلمان وقت اللي صار فيه الاعتصام تاع الكتله الديمقراطيه، النواب يحكوا لي يقولوا لك الكناطري ولا يجي غادي ويجيب تعديل القانون الماليه، يطالب تعديل قانون المالية، الفصيل بدل لي الفصيل هذا وبدل لي الفصيل هذا. هذاك الشيء اللي خلنا احنا نقوله. وانا منظومه حكم هذه هي منظومه تاع اقليه، منظومه تاع لوبيات فساد، منظومه تاع معناها تاع سماسره، منظومه زاد في خدمه ما ننساوش الشركات اجنبيه، دول معناها اجنبيه، مؤسسات معناها الماليه الاجنبيه. وهذا علاش اليوم الشارع وقت يقول الشعب يريد اسقاط النظام عندهم الف حق. فما كلام نارينا ذوما يقولوا معناتها قطر تريد المجمع الكيماوي والفوسفات، تركيا تريد تونس الجويه، فرنسا تريد الكامور والابار البتروليه، وكل الحكومات اللي تمرت في تونس او التي ستاتي باش تسلم، لان حكومه ضعيفه مش باش تعمل حتى شيء. قاعدين يبيعوا فيها البلاد. مش فقط منظومة حكم ضعيفة وخائنة، لأن هذا المشروع نتاعهم اللي باعوها قبل ومازالوا مازالوا يبيعوا معناها اليوم. خي الخوصة شو معناها؟ الخوصة معناها ما تبقى منشآت عمومية مش يبيعوها لشكون؟ للرأس مال الأجنبي سواء كان خليجي ولا غربي. إذا فعلا هما هذاك عشان قلت هي منظومة حكم مربوطة بالسماسرة، ومنظومة حكم مربوطه بالراس مال الاجنبي، ومنظومه حكم عميله خلينا نقولوها بالوضوح التام. باش نذكرك بحاجتين قالهم شكري بالعيد، قال البلاد هذه مثل الخيمه عندها ركايزها، وقال تونس عندها رجالها. وينهم الركايز هذوما؟ وينهم الرجال نتاع البلاد حتى نصل الى هذه الوضعيه؟ شوف تونس برجالها وبنساها. ورجال ونساء تونس هما اللي 10 سنين هما اللي طيحوا بن علي، وهما اللي 10 سنين وهما شادين صحيح. كل المحاولات تاع الحكومات المتعاقبه
باش تلتف على الثورة، باش يحطوا ايديهم على المكتسبات نتاعها، باش يخلقوا نوع من الاستقرار لصالحهم وصالح اسيادهم البرة، ما نجحوش فيه. واكبر دليل على ذلك الشباب اليوم اللي متجمع، والكبار وصغار ونساء اللي متجمعين اليوم في ذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بالعيد. وانا ناكد لك، وهذه مش تقازة، الحركة مش تمشي وتتقوى اكثر فاكثر، وخاصة نهار الحكومة مش تبدا تنفذ فك الاجراءات اللي قال عليها وزير المالية، اللي هي انت عرف على الدعم، واللي هي انت تخفيض كتلة الاجور وكل خوصة وغيرها. يتخاصمون على الكراسي وقد لا يجدون شعبا يحكموه، هذا كلام يتقال اليوم في الشارع التونسي، هذا كلام مثل السهام للسياسيين، واللي كنت حمل امامي بما انك سياسي اليوم. انا مانيش سياسي بالمعنى نتاع البوليتيك، نعتبر روحي مناضل، ونعتبر روحي مناضل ومواطن عندي مبادئ ومشروع وقيم ندافع عليها في اطار حزب معناها العمال. انا مانيش سياسي بالمعنى المتداول تاع اللي يجري في جره كرسي واللي يلوج على بقعه ولا غيرها. اللي يلوجوا على البقايع هما النوعيه هذه اللي قاعده تبيع في البلاد، واللي قاعده تمص في دم، فهمتي، من الشعب هذا، وهذا ما يدوموش. ما يدوم كان صحيح، وما هوش صحيح، ما مش يلقاو شعب يحكموه. الشعب التونسي باقن، الشعب التونسي هما اللي يهربوا من تونس، وهربوا قبل معناها من تونس، من عليه هرب من تونس. اما الشعب هذا باقي، الشعب هذا ما عنده وين يمشي، كان بلاده. انت قلت بن علي هرب، صحيح بن علي هرب، لكن اليوم اللي هرب من تونس الحقيقي هو الشباب، الالاف المؤلفه على قوارب الموت تهرب نحو اوروبا، تهرب من الماساه اللي موجوده في تونس. من تحدث على هؤلاء؟ من خاطب هؤلاء؟ من احس بمشاكل هؤلاء؟ احنا قاعدين حاسين بمشاكلهم، مش فقط راهو الشباب اللي حرق، وعندك 100,000 كفاءة اللي مشات خرجت لبرا. وعندك كذلك الشباب اللي دفعوها باش يمشي البؤر التوتر، باش يمشي معناها الارهاب. هذه وقت اللي نحكوا على جريمة الدولة، هذه جريمة الدولة. هذه هي جريمة تاع الدولة. وقت اللي أنت عندك 100,000 شاب تلميذ كل عام يطردوا من المدارس. وقت اللي أنت عندك 1,000,000 بطال أغلبهم شباب، فيهم 350,000 شاب من أصحاب الشهادات العليا. وقت اللي عندك أكثر من 2,000,000 فقير، وقت اللي عندك 1,000,000 شاب يتعطاو المخدرات، فيهم 400 من المدمنين، شنو هذا؟ هذا جريمة دولة. أمامي باش نصلح لك رقم أو نوضح مسألة ونحبك تعلق لي عليها. أي. اليوم في تونس منذ الثورة إلى الآن 1,200,000 منقطع عن التعليم، قلت أنت 1,000,000 فقير، وقلت 1,000,000 عاطل عن العمل، وقلت 1,000,000 آخر تحت سقف الفقر المدقع، يعني 5,000,000 في وضعية كارثية في تونس ولك حرية التعليم. شوف أنا قلت 100,000 راهو 100,000 وشوية في العام، كي تجي تعمل ما بين 2013-2018 526,000 تلميذ جاوا لبرا، فعلا كي تحسبهم تلقى حوالي 1,200,000. هذا بالنسبة لي هالأرقام هذه كافية باش تفسر وتبرر الشعار المرفوع اليوم في الساحة، الشعب يريد إسقاط نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي، نظام أمني، ونظام كذلك ثقافي كارثي اللي يوصل البلاد الحالة هذه. فما شكون يعلق يقول فليرحل الساسة جميعا بيسارهم ويمينهم. انتم الساسة تختلفوا، اللي مش معايا هو ضدي، الذي يحارب الفساد هو ضدي. اليوم تختلفوا انتم على الكراسي، لكن الاختلاف في الشعب اللي يحب على كرشه، اللي يحب على ماكلته، ويحب على قفته. من يلتفت لهؤلاء حمل همامي بكل صراحة؟ شوف هذه بعد عليه الساسة الكل، هذه يقولوا فيها جماعة الحكم يشبقوا في الحكم، يرفع شعار بعد الساسة بعد الأحزاب، شكون مستفيد منها؟ مستفيد منها اللي عنده البقيعة اللي يحب يحافظ عليها. ثم ساسة وثم ساسة، ثم ساسة مع الشعب وثم ساسة ضد الشعب، ثم ساسة مع الوطن وثم ساسة ضد الوطن. هذاك علاش بالنسبة لنا احنا والشعب التونسي مش كان يلوج على كرش وبركة، راهو الشباب الموجود لهنا اللي يعيط ويصرخ من أجل الحرية، مش نتاع خبزة، تقول الخبزة ما لقاهاش، الخبزة ما ثمش، وراهو ثم حاجة لازم نفهموها، اللي يحرمك من الخبزة
هو اللي يحرمك من حريتك، اللي يحرمك من الخبزة، هو اللي يهبط عليك بالعصا. وقت المواطن التونسي يتمتع بحريته على الأقل عنده سلاح باش يدافع به عليك الخبزة ويناضل به من أجل الخبزة. ما ثماشي جدار ما بين الدفاع عن الحرية والدفاع عن الخبزة، الزوزة مع بعضهم. وإلا رغم ما كناش نجم نحكوا على ديكتاتورية ونحكوا على معناها على معناها استبداد. اليوم الحرية تفكت، واللي هالشباب هذا في الشارع باش يدافع عليها يحب يستعملها سلاح باش يدافع على حقوقه، يدافع على مطالبه.